ومعانا اول اتصال بالاستاذه هبه من الشرقيه. ازيك يا استاذه هبه؟ ازيك يا فضيله الشيخ؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير. لو سمحت عندي حلمين صغيرين كده يا فضيله الشيخ. تحت امرك، اتفضلي يا هبه. كانت مرات اخويا شافت كان مامتي متوفيه، كان هي قاعده معاهم وهي واخواتي وكده، فبتقول هي كانت قاعده لابسه جلابيه حلوه، جلابيه جديده مش كانت موجوده عندها يعني، وجلابيه فيها ورد كده وحلو، وبعدين قاعدين يتكلموا كده فكانها ادتهم بلح، كيس بلح وكده، وقاعدين ياكلوا فيه، ورجعت ادت مرات اخويا نص كيس لوحدها يعني، وبعدين رجعت قالت لها هاتي ثلاث بلحات، فمرات اخويا بتقول لها ما انت اللي مديهولي ومش عارفه ايه وكده، فهي خدت منها يعني ثلاث بلحات عنتهم في جيبتها، وبعدين بصت لاختي بتقول لها هو انت استخسرت فيها ال 50 جنيه بتاعت استخسرت فيها ال 50 جنيه بتاعت الشيبسي، فبتقول لها انا طلعت عشان اجيب لها، مرات اخويا يعني بتقول طلعت عشان اجيب لها، بتقول لا هي لقتها ان هي مش عايزه لنفسها، عايزه تبعته لبنت اختي يعني. يا هبه، هي امك المتوفيه بتقول لها انت بتستخسري فيها ال 50 جنيه؟ بتقول لي بتقول لاختي لاختك انت؟ مستخسره فيها ال 50 جنيه. كملي. ايوه، بتاعت الشيبسي، فمرات اخويا بتقول انها طلعت فلوس عشان ابعت اجيب لها، فلقت ان هي مش عايزاه لنفسها يعني، عايزه توديه لبنت اختي يعني وكده. تمام كده. بس الحلم كده الاولاني خلص. طيب انا عايز اقول لك على حاجه بسيطه جدا. ايوه. مين من اخواتك محتاج دلوقتي ماده او بيعاني من قله الرزق؟ هي كانت اختي اللي هي والدتي بتكلمها في الحلم دي، كان عندها مشاكل على ميراث وحاجات زي كده في بنت الشيخ، بس اتحلت صح؟ وربنا فكها عليها. هي متزوجه بس وعندها ايام الحلم ده كان لسه في مشاكل وكده على الميراث، هي متزوجه وعندها اولاد، بس هي كان عندها مشاكل، بس الحمد لله رب العالمين، نقول ان 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 بعد المنام ان الموضوع انتهى عندها والمشاكل انتهت. ايوه الحمد لله. هي متزوجة؟ ايوه بقول لحضرتك، ايوه يا شيخ هي متزوجة. متزوجة. طيب بص، انا عايز اقول لك على حاجة بسيطة جدا. المنام جميل قوي قوي قوي، ان ماما رحمة الله عليها تلبس جلابية وشكلها جميل او فيها ورد، دليل على حال الميت في قبره ودليل على حالته في الآخرة، لأن لما بيلبس حاجة كويسة جدا فده بيكون أمر طيب قوي لصاحب المنام وللمتوفي. تيجي تفرق بلح وكلام من دون، فالبلح أو التمر بيكون رزق لمن رآه في المنام أو أخده. ولكن هي بتقولها أنت استخسرت فيها ال 50 جنيه أو عايزة منها بلح تاني أو كلام من ده. طب في حاجة بعد تانية يا شيخ. طب استنيني. دي شافت بعدها، هي في نفس القصة يمكن تفيد حضرتك. برضه شافت ان والدتي بتديها 50 جنيه وبتقول لها طلعيها لنفس الاخت دي في حلم تاني. بتقول لاختك بتدي لها 50 جنيه وبتقول لها طلعيها. ماما بتدي اختي 50 جنيه وبتقول لها طلعيها لنفس الاخت دي، هي يمكن لها. ماما متوفيه بقى لها قد ايه يا هبه؟ بقى لها سنه وشهر. طب انا ممكن بعد اذن حضرتك بطلب منك ومن اختك تبحثهم في شؤون ماما، ان يكون ماما عليها دين لحد مبلغ ممكن يكون 50 او اكتر او اقل. بعد اذن حضرتك ابحثي دوري حوالين ماما، حبايب ماما، اصدقاء ماما، يكون اشترت حاجه من هنا ولا هنا عليها دين، فحاول بقدر الامكان تبحثي بشده وتسددوا الدين ده. اما بالنسبه للبلح والكلام من دون فده رزق هيعم صاحب المنام واللي شاف المنام. وهنا ان ماما طالبه طلب، ان لو حد من اخواتك بيعاني من امور ماديه او كلام من ده، يا ريت تقفوا جنب بعضكم، تكون ايد واحده تساعدوا بعضكم. وفي الاخر ان عايز منكم ان انتم تطلعوا صدقه لماما. ايوه